قلت الله الله يا الأمير مطلب مقدور ماني بطالب كرقبة. قال النوبان واصدح ولا تبغى شاور أنت معروف وحماوي وعندك موهبة يا ولد ظافر سلالتها للفعل الشهير أبشر بصاحب كفي نظمة ولا ملعبة وغيرها تبشر ببسعد كذا اليوم الكبير وانت كف وانت دي الناس عنا وتحسبه أشيل همه وشرحته على منكب يا أبو سعد أنت بدعت تدك الهضب من جرة الصوت تبشر بعجبك وعجبي اللي يزهمني صلي بالراس دم ثجان نود الشهر تحت الأمرارك تبقى يا مرحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الله يمسيكم بالنور والبركة. ما سويته والله يجعلها القوة. الله يقويكم ويبارك فيكم جميع. والله لا يهينكم ويبيض وجيهكم. جاكم أخوانكم آل عريج بعطاء أنا واجد تستاهلونه وأنا شوي متكمل الرفقة اللي بيننا وبينكم وسلامتكم. وأنتوا سالمين وغانمين أنتوا والعطاء وأنتوا رأس الماء وأنتوا المكسب. بالله يحييكم والله لا يهيكم ويضو يجيكم. الله يبجيكم جميع. حنا ذا الليل معزومين ومرتبطين في عشان عندنا هناك في الاستراحة ولا ودنا بمشاركتكم والوقفة معكم. وتعالنا يا ابو ظافر خذ معونا تكلف داك. ودنا والله انكم تعشون معنا وتشاركونا في العشاء. جعل شيبانك في الجنة ومن يسمع. والله اننا مقدرين ان الظروف والوضع الحالي. والله لا يهيكم ويضو يجيكم وابشروا بالعوض. راسك العوض يا ابو محمد. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. الله يمسيكم بالخير. مبارك الحامد الله يجعلها بالرفاه والبنين. الله يبارك فيكم. أخوانكم النعم الحاضرين ومعهم سلطان أبو الناصر جايكم برمز محبة ومعونة والله يعينه وياكم. الله يحييكم والله يوفقكم والله يهيكم. أنتم واجبين وضعنا وغاليين. عليك جود لا انت والله يا خالد
ينسوا كل الإجازة بالأعمال الذكي والغبي. الهاجس اللي على القمة يسوق الركب أشيل همه وشرحته على منكبي. يا أبو سعيد أنت بدعت ذكاء الضب من جرت صوت تبشر بعجبك وعجبي. الياسة مساكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. أرحب يا أبو جامل. الله أبقاك حيث. الله مبروك ما سويته. الله يبارك فيك. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على يا أبو ظافر. ولا تخص الله بخير. جالك ذا الزواج وجعل على مرضة الله. ونقول لك ما قال الرسول اللهم صل وسلم عليه. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بخير. ومعي لك يا خويك نفعة أنهي واجد تستاهلها وأنهي قليلة يكملها الغلا والمحبة اللي بيننا. وعبد الله بن زامل يعتذرك في الحضور ونفعته موجودة. سلامتك وسلامة السامع. أنت سالم وغاني أبو جامل. الله يحييك يحيي ربعك اللي وراك. والله لا يهينكم يرجيكم. أنت المكسب ورأس المال وإخوانك وشيبانك. والله أن عادل للناس بالظروف الحالية. جعلك تسلم. الله يبقيك ويطول عمرك ووجهك ابيض. اقولك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف انتوا يا رجال؟ زين حالكم؟ عساكم طيبين. طيبين انطلق. وجعل على القوة. الله يقويكم. الله يرزقكم المال والبنون الصالح ان شاء الله. جزاك الله خير ابو هادي. وين هو ظافر بن حامد بن ظافر؟ قريب مهداه قريب. اول شيء طال عمرك بيني بين ابوه امور واجد جعله في الجنة. وهو غالي وانتوا غاليين يا حمانه وصلاجه. وجينا مشاركين معكم في ازواجكم. أنا ويا عيالي الحاضرين الباقيين وجعان وعندك خبرهم. أنا يا ألف ريال أنا واجب حطوها واجد وأنا شوي يزودها الغلا اللي بيننا. وسلامتكم. أرحب يا أبو هادي. أرحب أنت وعيالك. والله يبيض وجهك. والله لا يهينك. وأنت شايبنا ومطلق وعلمك غانم. وإن قصرنا عندك وفيت. وافين 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 يا ابو محمد. وعلمك غانم من اول وتالي. والله انكم وافين يا ابو محمد لا الحي ولا الميت. الله يبيض وجهك انت وعيالك. يوم الجمايل تبادل بحضور وغياب. الاول مكسبه والاول مكسبه. الطيش في المجله ما هو بطيش الشباب. ما نمجنب عوايد ساسي ومنسبه. سبر مضواح سد الجواب. يستاهل أخويا حامد ظافر الواهبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الله يمسيكم النور. كيف حالكم يا جماعة؟ الله يبديكم. ومبروك ما سرتوا فيه. الله يبارك فيكم وما ينفع. عفاكم. عفيت ولا شر الجام. جاتنا دعوة أبو ظافر. وأبو ظافر مطلق وقصير ولا أنا منه عذر. واجيناكم مشاركين على معون تنهي واجد يستاهل ابو ظافر. وين شوية تعذرونا وانتوا وافين نجعلكم سوء. جعلك تسلم. لا ان شاء الله. انت اخوه ولد والله يحييكم ويبيض وجهك يا ابو سلطان. انت اخوه وغالي ورفيت وجار له انت. اللي مضرع على الطاله ووسع الريح حمايه وبلق احجاج وداهيه وقربي. في محفل ينفتح للشعر ميتين يا نادرة الفرا يتفضل عرحبي. الهاجس اللي على القمه يسوق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايش حالكم الربع؟ زين حالكم. مساكم طيبين. خير يا مال الخير. دعاتنا يا ابو ظافر ولا لنا عذر في الوصول. جيناك مشاركين ومباركين وجيناك معونة 2000 ريال من عند الراكان. إن كانها واجد تستاهلها كانها قليلة في كملها الغلاء والمحبة. وسلامتكم. وانت سالم وغانم الله لا يهيكم يا راكان جميع. ولو جينا منكم ونسد عن الباقي والله يبيض وجيكم ومعونتكم واجد. ووجهك ووجهك وإخوان وغالين وربع قريب. جعلنا من عدمكم. من قال سالم وعمان يعتذرونك. عمي بندر عارفين ظروفه الصحية وعمي مجري مرتبط في زواج.
والربع الباقي مستلمين وسلامتكم. الله يشفي عمك ويسر امر اللي عندهم ارتباطات. والله انا عاذرين للناس كلهم، الوضع الان انتم عارفينه ومقدرين. والله لو حضر منكم واحد سد عن البقيه. الله يحييك ومقب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. ويمسكم النور. وعلى البركة ما مشيتوا فيه. الله يبارك فيكم. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. أخوانك السيار والديع أبو محمد ألفوا عليكم بألف وخمسمائة ريال. أنتم عوانم وطليق، فعلكم غانم. أنا هي واجد تستاهلونها، وأنا شوي تسمينها العنوة والغلال اللي بيننا. سلاماتكم. ألحب الله يحييكم. الله يبديك. والله لا يهيكم، عطاكم وافي وانتم اخوان وحنا وياكم اسره واحده. والله يبيض وجيهكم ووجهك. اقط 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 الله يحييكم. الله يبديك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. طيبين يا رجال. يلا حيهم. مساكم الله بالخير. الله يمسيكم بالنور. أرحبوا. يلا حيهم. الله يبقيكم ومبروك ما سعيتم فيه. الله يبارك فيكم. نسأل الله أن يرزق الذرية الصالحة. أخوانكم جاهم منكم دعوة، من ولدهم حامد بن ظافر، وحبينا مشاركتكم معهم رمز عطاء. أنه كثير فلانكم تستاهلونه، وأنه قليل في جملها اللي بيننا من غلا ومحبة. معنا ربع الغايبين يعتذرون في الجية، اللي هو الشايب عبد الله وحضر ولده بن صقيع، وعايض بن ناصر بن جذنان، وعلي بن ناصر بن جويعد أبو بدر، مفلح بن علي بن صقيع، جربوع بن عايض، كل هذالا يعتذرون في الحضور لسبب بعدهم من المنطقة. والربع اللي جاوا عن يسدون عن الربع الغياب، وزايدها سلامتكم. يجي المعرس ياخذ معونته ونسلم عليه. وانتم سالمين وغانمين. ارحب والله يحييكم، والله لا يهيكم ويبيض وجيهكم، واللي غاب الله يشفي المريض وييسر امر المسافر، واللي ما هو يعني ظروف الوقت الان معاذرين لكم كلكم. والله لو جانا ودع منكم انه يسد عنكم كلكم. فلا تعتذر عن شيباننا وعن ربعنا، وانتم اخواننا وهلنا، واللي عندكم لنا واللي عندنا لكم. وقت الله يحييك. تسلمون على كل حال. وقتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سلامتكم جميع. وانت سالم وغانم. يا ابو محمد بن دشان عسى على ما يرضيه ان شاء الله. وكاك الربع اخوانك ابو فيصل والربع، ومعنا عبد الله بن عبد سليمان وحسين بن محمد اخوه ظافر يستاهل مظروف عندهم. هذا في علمه واعفاكم، ومعنا معونته الرمزيه. والله المعطي سبحانه وحكم اكثر والله من كم ذاك يا ابن عمنا. واعذرونا على القلها. عرفت والله يحييكم انتم ربع واخوان، واللي عندكم راس مال، واللي عندكم لنا واللي عندنا لكم. اليوم ودوم. أقول الله يحييكم. الله يبيك عليك. من جرت الصوت تبشر بعجبك ويعجب الياسة من يصل بالرأس تمثل نواد رشيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألفهم يا رجال. يلا حيهم. وعلى القوة. الله يقويكم. بارك الله للمزوج وبارك عليه وجمع منهم بينهم خير وعافية. جزاكم الله خير. ربعكم ما نطيع لشون وجيهم معهم مشاركة، يعني مشاركين ومباركين
آل تغريب سلطانا معهم شاركة خاصة لهم بين وبين رفيزهم وبسلامتكم. وانت سال مغانم ارحب والله يحييكم. تعال والله لا يحييكم، انتم راس المال والربح والمكسب. وقط والله يحييكم، اقطوا اقطوا السلام النضال وقطوا. كيف حالكم؟ ويلا قوهم. رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير. الله يذل بيتك يا ابو ظافر. امين. والسامعين يذل كبيرك الصالح. امين. ويوفقك ومن يسمع وكل مسلم ويخرجنا وياكم جميع المسلمين من هذا الوباء. انا جيت النبي الربع انتخاب ان شاء الله. حد في الخميس وحد في بيشة. وانا نايب عنهم باللي حضر. جيناك بالف ريال انهي واجدي ولدي تستاهلها اول شوي يسمنها الغلا والمحبه. او سلام الله يهينك ومرحبا ومسك الله لا يهينك يا اخي وموفق 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 كيف حالك؟ يستاهل اخويا حامد ظافر الواحد. ارحب يا رجال ارحب. البقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وكل عام وانتم بخير. الله يمسيك بالنور والسرور وما يسمع. سلامة الجميع. جانا دعوة منك يا دكتور. من سالم وغانم. لحضور زواج الولد الله يصلحه ويبارك فيه. جزاك الله خير. ولا جاز لنا التأخير اللي جاي من الرياض واللي موجود. اخوانك المعائل الحاضر يمثل الغائب. والنعم. جاءكم برمز مودة والله لا يهيب اللي في الخاطر، ولكن أنهي شوي تسمنونها وأنهي وايد تستاهلونها ومشاركين ومباركين. ولا نملك إلا ندعو للمعرس والعروس نقول بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم في خير وهذا وسلامة الجميع. وانت سالم وغانم وخوياك أرحب أبو عبد الله أنت و مناحي وياسر تبقى لو حضر منكم يا للمعاين واحد ولع النبع كفى عن الباقي. طول عمرك عبد الله يعتذر لأنه مكلف من حامد في التنسيق وأنه موجود عبد الله بن عيد ومعنا من بدري عليه يسلم وما يسلم وانسان وانتوا وافين وعطاكم وافي وانتوا راس المال والمكسب وقطوا نفداكم. سلمت على كل حال. أقول الله يبقيكم يطول عماركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يمسيكم بالخير. الله يمسيك بالنور. دامة الأفراح. الله يديمها علينا وعليكم وعلى كل مسلم. اللهم أمين. صلوا على النبي. اللهم صلي وسلم على رسول الله. مبارك زواج حامد بن ظاهر. والله يوفقه في الدنيا والآخرة. جزاك الله خير. حضرت مشارك ومبارك ومهني معي 10,000 ريال فانهي واجد فانتوا تستاهلون الطيب ومداتكم عندي سابقة وانقلت فانتوا مطاليق وتعذرون والله الذي لا إله إلا هو وانت عد الدراهم عشان ما يكثر الجدال ولا يكثر الديال وسلامتكم جميع. وانسان مغانم ارحب 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 يا ابو داي. الله يبقيكم. انت نسيب ومطلق ووافي واللي في جيبك والله اننا نعتبره في جوبنا ومن رجال والله وافيين وغاليين عندنا وما قدمنا عندكم والله ما هو بكثر ما قدمتوا عندنا. من طيبكم وانتم تسلمون الله يطول عماركم وعطاك وافي وعلمك غانم جعلكم تسلمون جعلكم تسلمون خلني اعد الدراهم واحد يجي اعد الدراهم. الحاجه الثانيه معي بشوت العمانك يا حامد بن ظافر للدكتور حامد بشت
وابو حسين ناصر بشت وعايض بن حامد بشت وملان بن حامد بشت، والله ان مقصرين جدا جدا، لكن نطلبكم العذر وانتم طليق. لا ودنا نكلف عليكم في بعض الجيات اللي انتم خابرينها، ونبغى الشيء يعني بسيط، لو كلفنا كلفت على الرجال ما هي بسيطه. سلام ذا الوجيه. وانت سعد ابو غانم، الله لا يهينك ابو داير، بيض وجهك وجميل اسمك، وانت وافي وعلمك غانم. جعلكم تسلمون جميع، جعلكم تسلمون الله يبقيه. ولا انت ولا انت. حلفت بالله انت عاد. الله يبقيه، مرحبتين. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر. جعلك تسلم، الله يطول عمرك، الله يوفق ذي الوجيه، الله يوفق ذي الوجيه. أقول ارحب ارحب، الله لا يهينك ابو داي. ارحبوا يا رجال ارحبوا. يا نادرة الفرايد فضل ارحب، الهاجس اللي على القلب ما يسوق الركاب، اشيل همه وشرهاته على منكبي. يا ابو سعد انت بابداع ابتدك الهضاب، من جرة الصوت تبشر بعجبك وعجبي. ما قلت غير صحيح اللي محوله اعتاب، تستاهل المدح وابليس المدح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالنور يا ابو ناصر. مبروك مجتمع توله. الله يبارك فيك. يسلم عليكم الله يحفظكم، سلام نظر ومعنا معونة للمعرس. خليه يجي. الله لا يهينك ابو ناصر ويحفظك ويعشر اخطاك. لا انت يا ابو ناصر. السلام عليكم. السلام. مساكم الله بالخير. كيف الحال؟ مساكم الخير، يلا حيا. مساكم طيبين. وشلونك ابو عمر؟ على القوة يا ابو ظافر. الله يقويك. الله يوفقك ويسر الله يسرك. جايك بعطاء. والله يعطيك خير من عطانا. ويوفق الجميع ان شاء الله طاعته. الله لا يهينك ابو عمر ويحفظك ويسر امرك ويبيض وجهك. ارحب يا ابو عمر ارحب. القلب ما يسوق الركاب، اشيل همه وشرهاته على منكبي. يا ابو سعد انت بابداع ابتدك الهضاب، من جرة الصوت تبشر بعجبك وعجبي. يا عالم الغيب يا مجري مزون الساحب، شكرك وعطفك ولطفك غايتي واطلبي. ما لنا ودم صد عنك يوم الحساب، كل يجازف. عبد الرحمن مضواح المقرحي، عبد العزيز بن مضواح المقرحي، والنعم فيهم كلهم. ارحبوا يلا حيهم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يمسيكم بالخير. الله يمسيكم بالنور. شكرا ماخوذ. مثلا يا رجال. الله يسلم. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد. الله يجعله بيت الصيب والنصيب يا ابو ظافر، والحظ الطيب لنا ولك. جزاك الله خير. تعنيت انا يا اخوك عبد الرحمن بن مضواح المقرح الحبابي. ونعم. واخوي عبد العزيز بن مضواح ومشبب بن منفي العتيبي. ونعم. والله الله لزوم من العتيبي عند ربعه واعتذر منهم وجاء في رضاك وفي رضا بني عمك. جينا مشاركين ومباركين ومعاونين بمعونة من الله سبحانه. معنا شيء بسيط ومعرف النشامة في ظهور النشامة دي ما يفرح بها الا واحد ما يثمنها. والله لو انك فيك صدني انت عنا لك يا ولد ظافر وتستاهل. معنا شيء بسيط يقل من قدرك. والله لا هو بقدرك ولا هو بجهدنا. أو سلامتكم. أنت سالم غانم، تكلمت ولا غويت، وأخوياك بطاليجي وأنتوا وافين وعلمكم غانم. عليكم زود. تمثلون عتيبة وتمثلون الحباب وقبائل قبيلتين من رؤوس قبائل المملكة. عليكم زود. والله بالنعم فيكم كلكم. عليكم زود. والله يبيض وجيهكم. تعنيتوا لخويكم وخويكم طبعا في واجبكم عند أسرته، وإن شاء الله أنكم تطيعوننا إن شاء الله. أول شيء فلنا فضلا عند خوينا، أنا قد قلت لك قبل فترة، والله العظيم أن نجيك يا ولد ظافر
إلا كون يمنعنا هاد من اللذات، وبشرك أن الأمور طيبة كلها. أما بالنسبة للواجب فاللي بيحصل ذا الليل والله العظيم اللي ما يحلف اللابه إن ما يحصل غيره، وعنده خونة ومحلنا ومقرر من تبمر يا صبيان شهران وبني واهب، جعلني مبكيكم جميع بسلامتكم. جان الله يحفظ. والله ودنا نثني واجبكم في كل بيت من بيوت البلزرق وبني واهب وشهر. والله سبعين نعم ولا يأخذنا فيكم مدن شعره، ومدتكم وافية وجيتكم على العين والرأس وتاج على رؤوسنا، جعلنا من عدمكم على أيامكم السلام. أقول الله يحييكم. أقول الحجاب الله حرم مرحبا مسرات وريجي اللي معه يا زاب الأعمال الذكي والغبي الهاجس اللي على القمة يسوق الركب أشيل همه وشرحة على منكبي. يا أبو سعد انت بدعت تذكر الهضب من جرة صوت تبشر بعجبك وعجبي. أرحب يا أبو سعود أنت وعيالك، أرحب أرحب ما أرحب تبقى الخير. يلا حيهم زين حالك خير يا مال الخير عفيت ولا شر جاك ما يسمع. تعال يا حامد الله يبيض وجيهكم والله لا يهيكم يعشر أخطاكم. الله يبيض وجيهكم الله يبيض وجيهكم الله لا يهيكم يعشر اخطاءكم ربع وجيران ورفاقه وغاليين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم بخير. أنتم بخير يلا حيهم. أقول مثل ما قال الرسول اللهم صل وسلم عليه، اللهم بارك لهم وبارك فيهم واجمع ما بينهم في خير. جزاك الله خير. أنا معونة أن هي واجب تستاهلونها وأن هي شوي فيزيدها المحبة والرفقة. أضغط الله يحييكم، أنتم ربع ورفاقة وغاليين، واللي في جيوبكم في جيوبنا. والله يكثر خيركم، بيض وجيهكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وش حالكم يا رجال؟ زال حالكم جميع. واسعد الله مساكم. ومساكم أسعد. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم
سائلين ان الله العلي القدير العزيز الحكيم خالق اللي ما يشافه على اللي ما يريد في هذا الوقت الفضيل ان الله يوفقنا واياكم جميعا على مرضات رب العالمين. اخوياك يا حامد بن ظافر ومعارفك وبالصف اللي تشوف جايينك ملبين لدعوتك ومباركين لزواجك وانت خوي حمر عين تزيد الصف وتجمل نفسك وتجمل انت منه وعلى همنا الله نصحيح. الصف اللي تشوف متقدمين لكم معونه والمعونه من رب العالمين بمئه وثمانيه الاف وخمسمئه. صليت على رسول الله ومن يسمع وهي من فعلك ابو ظافر ومن قدمك الطيب لا عند اخوياك ولا عند معارف ولا عند القبائل. الحاضر تشوف وجهه واسمه في الكشف والغايب اسمه في الكشف ويعتذر منك في الحضور. هذا وعفاكم وطوله بقاكم وانا بن جازع المالك خويك فرقتي مع اخوياي وراني بافضل منهم غيرهم افضل مني وفيهم اللي اقدم مني وفيهم اللي يعرفه مني لكن انا خدمهم خدمه. فرقتي لك في الكشف عندهم وعندي لك هديه سيف وانت سيف من سيوف. هذا سلامتكم وطولت بقاكم ولا شر جاكم. وان سالم وغانم ومن يسمع تكلمت ولا غويت صفكم ضافي ومولودك شابي وعطاكم وافي وانتم تاجين على الراس وبيض الله وجيهكم من ممشاكم الى ملفاكم. خويكم قدم لكم دعوه ولبيتوا الدعوه والله يجعل عملكم خالصا لوجه الله ويرضي رب الله رب العباد. بيض الله وجيهكم باسم ربعي ال بنزله وبني واهب شهران نقدم لكم عزيمه عشاكم دليل باطل عند خويكم وبكره غداكم باطل باسم اشهراء باسم البلسلة وبني واهب واشهراء اللي موجودين. والله يحيي نباكم ويبيض وجيهكم ويطول اعماركم ولا فيها لا تب. انا ترى اتكلم باسم اشهران كلهم الحاضرين وربعي ولا نبقى افصح منهم لسان ولا بفضل منهم لكني العلم خدمه وخدمتهم وبيخدموني بالفعل. وانتم ضيفان وغاليين واخويا والخوي مثلكم وشرواكم. والله ان نطمع في زيارته وجيته وعاذرين والله للي ما حضر لظروف الوقت ولظروف العمل ولظروف الحاله اللي المملكه والعالم كله فيها. فبيض الله وجيهكم الحاضر والغايب والله يحييكم. الله يحييك ويحيي جوابك والله يغفر لي على الصفوف الكثيفه فيهم اللي اكبر مني واطرق مني لكن والله خدمهم خدمه وحلفوا علي خدمهم. والله يجعلنا واياك ان شاء الله عند حسن النظر. صليت على رسول الله وما يسمع. انتم يا صبيان شهران ونعم عرفنا من كل قبيلتين عرب منكم في العسكريه وفي الخوه وفي جميع المجالات ونعم وتكفون القبائل من غير قصور في القبائل. اما الكرامه تودها هذه كرامه طال عمرك كرامه النا والمنصلكم وهذه يطول عمر تكفي وقد عزموا يطول عمر سبيان شهران اللي معنا في الصف واعتذرنا منهم ولا فيه مجال. هل هو بقاكم وطالت اعفاكم ولا شر جاكم؟ والله ما عندنا مجال والله ما مالحكم الا في الشيء اللي قد مفعول وهذا يخصنا ونا ومن حضر معنا وتكفي وعفاكم ولا شر جاكم ولا بعد دين الله الا قلت انت. الله يعافيك وما يسمع والله يبيض وجيهكم والله ان شفنا وشف الحاضرين كلهم انهم يكرمونكم في كل بيت ولكن الله يحييكم. أقول الله يحييكم والمبلغ 108500 عد هذا الرجال ومعدوده ولا فيها نقص فلم يعرف فيها يا بن جازع الحباب يا المال. وصوج ان من عدمكم وانتم وافيين والله لو ما يجي منكم ريال جيتكم هذه وصفكم هذا والله تاجر على الراس وسام على الصدر. ابو ظافر السلام عليكم. السلام مساكم الله بالخير. الله يوفقك يا ابن بيتك. جيتك انا يا محمد بن سلطان بن دهمان الرمثي الشهراني. ونعم معي بشتلك وهدية من عوضة بن مبارك الرمثي. ونعم انهي واجد تستاهلها وانهي شوية من هالغلا والمحبة اللي بيننا ومعونتي مع اخوياي زايد اعفاكم ولا شر جاكم. من قال سالم ارحبوا يا رجال ارحبوا ثم ارحبوا ثم ارحبوا. الله يحييكم ويبيض وجيهكم جميع والله يجمل حالكم ويعيني على رد جمايلكم رجال رجال. وارحبوا يا رجال ارحبوا. الله يبقيك ابو ظاهر صل على النبي كلنا نصلي عليه. اول شيء والله يوفقك ويبني بيتك ويرزق الذرية الصالحة. الأمر الثاني المعونة 108500 والله الذي لا إله إلا هو إنها صحيحة وإن فيها نقص في طبع وجهي أنا عبد الله بن عيد المعاين دون النسقين ودون خيار. سلامتكم.
وافير وصفكم صفكم وافي والله لو ما اجينا ريال واحد يا صفكم هذا انه نو ما سلمنا والخويكم بيض الله وجيكم بيض الله وجيكم بياض نسير به الركبه سلامتكم ارحوا يا رجال ارحوا شعر ميتين يا نادرة الفرا يتفضل عرب العجز اللي على القمة يسوق الركاب أشيل همه وشهادة على منكبي يا أبو سعيد أنت بدعك تدك الهضب من جرة الصوت تبشر بعجبك وعجبي ما قلت غير صحيح اللي ما حولها اعتب تستاهل المدح وابليس أشيل همه وشرحته على منكبه يا أبو سعيد أنت بابدعك تدك الهضب من جرة الصوت تبشر بعجبك وعجبي الياسة همني صلي بالراس دم ثقانا نوادر الشير تحت الأمرك سبن مضواح سد القوام يستاهل اخويا حامد ظافر الواهبي اللي مضرع على الطاله ووسع الرحم حمايه وبلقح حجاج وداهيه وقربي في محفل ينفتح للشعر ميتين يا نادرة الفرا يتفضل عرحبي العاجز اللي على القمه يسوق الركاب اشيل طلب كرامتكم عندي اخويكم وانا اتكلم باسم شباني واخوان عاش القابله ولا العطله الجايه شيء بسيط من حقكم عليه وهذه عوايدكم والله يبيض وجيهكم ويكتب اجركم ويجمع حالكم ولا نبي الاهتمام لا حنا مطلزين ولا حنا بحالفين الا على ان نبي كرامتكم والله الذي لا اله الا هو ان نبي كرامتكم والله ثم والله زملاء واخوان وغاليين وعاملين والله يحييكم حساب الله وانا من يتم سلامة الجميع تيغمونا تيغمونا انتو اتو ترحم الله انكم طالعين صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام الله يجمع وياكم رب العالمين كنتم واقفين يا اخي شهرات عندكم غاية متربين مع قبائل ما عليك سؤال يا سيدي والله خدمنا الله بعلمكم الدين واحد والحرمة اللي تكفي ولا هم باقي الأمور اللي عندها فرصة في شيء على عليك ولا على خوية ولا على دينك بيام الساعة واحدة أما نحن نعطيك بعد إلى المجال شيء منتهي ومقبول أو إعفاكم جميع وفيها مجازة صلى الله عليه وسلم مثل ما والله يجزاك الخير لديان ترك ولديان ما هي جيت عندنا اللي أهل الدين مثلنا ومثلكم مثل ما يسمع وقلبك ووجهك وجاهك أكبر كرامة وهذه كرامة وهذا ما قلت وتكفي في المجال ولا في مجال يلا هذا الغان والله كرمتكم من هذا شيء منتهي وانا رجل دار اخويا اللي مزمل اللي صلى على النبي كلهم علي حق
وكل رجال خارج القبيله له علي حق، وانا خدم ربي. الله يعلم اسمي ويرجاه، انتم لكم حق. والله الذي لا اله الا هو النبي كرمكم، والله انا ماني بحالف عليكم ورغمكم على كمال، لكن احلف على ارامكم ان كان في مجال. فانتم اهل الكرامه وانتم اللي تكرمون. الوضع بسيط، تعطونا من وقتكم. والله العظيم ان رغبتنا وان احنا طالبين كرمتكم. اسمعك رجيل غالي وكلكم غالي، لكن خطتكم بعيده ولكم حق ان فيه مجال. والله ان نبيكم ونبي كرامتكم. اشهد الله عليكم. اسمع حقيقة الرجال لهم حق، كل العذره عليهم انا ابن جاسم. انا ما اخص احد. انا فيه مجال، ومن اللي غيري حضره من راسه، اللي تحت مجالي الحين غير، اما انا ابن جاسم، واللي في جنبك من خوياي، واللي معي، والله ما في مجال، والله ما مالح فينا المجال، ومن اللي غيري تقول له حق، تقول له حق. كلكم لكم حق يا ابن جاسم. من راسه وعفاك، زي من انتي، والله يطول عمرك يا ابن عزم كبرة الكلمة. العلم الغالي ما هو قريب من هلا ولا هو قريب من كل. انا ما اخصص احد يا ابن جاسم. شان واحد يا ابو نايف ورد شايبنا صلى الله وسلم. شان واحد. الله يحييك. الله يحييك. الله يحييك مع اشرف طاقم. الحمد لله ذو الملك القديم، الحمد لله قبل رضاه، والحمد لله بعد الرضا والنعيم، وصلاة وسلاما على الأمي العربي خير الورى اجمعين، صلاة وسلاما دائمين الى يوم الدين. فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية تهتز فرحا وسرورا بلقيا هذه الوجوه الطيبة، والتي نسأل الله أن يديم عليها الفرح والمسرات. فمرحبا عدد الرمال وعدد ذرات المطر، أهلا بكل من أتى من بعيد متجشما عناء السفر ليحضر هذه المناسبة الغالية. أهلا بكم إخوانا وأصحابا في هذه الليلة السعيدة. خير ما نبدأ به أيها الجمع الكريم آيات من الذكر الحكيم، والقارئ عبد الرحمن بن عايض القربي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. صدق الله العظيم. والآن كلمة بمناسبة هذا الحفل يلقيها عم فارس هذه الليلة الدكتور حامد بن محمد بن مدشوش القربي. أرحبوا أرحبوا أرحبوا، ولو نعددها إلى الصباح والله ما تكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أولا فالله يبيض وجيهكم، وزيارتكم لنا والله أنها أسامة على صدورنا، بغض النظر عن الزواج ولا على المناسبة، فالله يجعلها في موازين حسناتكم. ونسأل الله العلي العظيم أن يجل هذه الغمة وأن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان. فارس هذه الليلة إن قلت إنه ابنا فليس ابنا، إن قلت إنه أخا فأقرب من الأخ، إن قلت إنه صديقا فالأصدقاء كثيرون أو كثر، ولكنهم في النائبات قليل. حامد بالنسبة لي ليس ابنا وليس أخا وليس صديقا وليس رفيقا، وإنما أقرب يعني من نظر العين، فهو تاج على الرأس ووسام على الصدر، وإن عرفته أنا عما فأنتم تعرفونه زميلا وصديقا وأخا وخويا. فبيض الله وجيهكم على زيارتكم لنا في هذه الليلة وتشريف زواجه، ونسأل الله له نسأل الله العلي العظيم أن يوفقه وييسر أمره
ويرزقه بالذرية الصالحة، ولكم جميعا وللي في نظره أنه يعدد كلكم. الله يوفقنا وإياكم، بيض الله وجيهكم. وأنا والله بالنسبة لحامد فأنتم تعرفونها أكثر مني، اللي زميلة في الدراسة واللي زميلة في عمل بعيد أو قريب أو في الشارع أو في سفر، فأنتم تعرفونها أكثر مني، ولن أقول ولن أطيل عليكم. بيض الله وجيهكم، وفقنا الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للشعر في مقامنا هذا المساء نصيب أكبر. الآن مع الشاعر جرمان ابن بطحان القربي. عليكم زود. على منهج جدود خلدوا تاريخهم بمجاد، وقفنا في شموخ ونجمنا وسط السماء بادي. لي من قلت يا شهران تشرق سيرة الأجداد، وأنا من قبل عام الفيل تسمو سيرة أجدادي. على منهج جدود خلدوا تاريخهم بمجاد، وقفنا في شموخ ونجمنا وسط السماء بادي. لي من قلت يا شهران تشرق سيرة الأجداد، وأنا من قبل عام الفيل تسمو سيرة أجدادي. وعبد المطلب جاه النذير وقال قول جاد، إذا ناهس وشهران انتحوا يا حقنا الغادي. وجاء الإسلام وضحوا في جهاد ودين واستشهاد، على نشر الرسالة يتبعون محمد الهادي. هذا تاريخ والتاريخ لا ينسى ولا ينعاد، تناقلها الرواه وتنشره وتغيظ الأعادي. هذا فخري وأنا شاعر وعشقي في حروف الضاد، أجيب البيت في سبكه وفي معناه متقادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني وفوا وكفوا بالترحيب، ولكن أقول أرحبوا الله يحييكم جميع وبيض وجيهكم يعشر أخطاكم. ألا بسم الله الرحمن مبدأ علم وعبادة، ذكرت الله وهذه حاجة للعبد مطلوبة. وقفت ووقفتي في واجبي تشريف وزيادة، وعلى الله الاتكال ووقفة الرجال محسوبة. وأنا لربوعي عيوني غطى وفراش ووسادة، وعقب شاعر مهوب يجمل عند ما جوبه نيابة عن بني عمي. ما عليكم زود. نيابة عن بني عمي يحصون العز ركون العز وعمادة، قبيلة بلقرة بروس بكلمة نعمة معصوبة. عيال العود مفلح بانية الأمجاد، لأحفاده بنا له مجد مترامي وحنا نمشي دروبه. بني عمي لهم نار الكرم والجود وقادة، ولا من وصلهم ضيف الشرف قاموا وحيوبه. وأنا منهم تعلمت التراحيب وغدت عاده، في خدمة كبير ربوعي لي وصل مندوبه. هلا يا مرحبا ملاح برق وحن رعادة، هلا يا مرحبا والنار تو الضيف مشبوبة. هلا يا مرحبا والكيف فالفنجال بقنادة، هلا يا مرحبا ترحيب تنبل عود مصحوبة. أقدمها باسم حامد سنام العز وشدادة، عسى ربي يطول في بقاه ويغفر ذنوبه، وعسى الله يحفظه والله يحقق غاية مراده، وعسى الله يحفظه والله يحقق غاية مراده، وتبقى رايته عليا مع الرايات منصوبة. وأنا اللي يفخر بربعه ويحفظ سيرة أجداده، ومهما طالت الأيام ما جا النقص من صوبه، ولا لي فضل في ذلك وساق العز معتاده، على درب العلا لو واجهت في دربها صعوبة. ولا أبغى شكر من ربعي ولا بحتاج لإشادة، أبي لي دعوة من قلب ود اسمها المقلوبة. وقفت ووقفتي في واجبي تشريف وزيادة، وعقب شاعر ما هو بيجمل عند ما جوبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح لسانك أبو عبد الرحمن، والله يبيض وجهك. للإبداع بقية. والآن مع الشاعر المبدع مسفر ابن سبعان القربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب يا ضيفان، مرحبا والله ومسهلا. صلوا على النبي.
أرحبوا يا ضيوفنا يسعد مساكم، أرحبوا يا ضيوفنا يسعد مساكم، في مقام زحول ورجال وأكابر، أرحبوا يا ضيوفنا يسعد مساكم، في مقام زحول ورجال وأكابر، ويا العجمة من غلاكم من غلاكم تمتلي الأوراق وتجف المحابر، من جهل تاريخكم جعله افداكم واثقين وما تحبون المكابر. يا العجمة من غلاكم من غلاكم تمتلي الأوراق وتجف المحابر، من جهل تاريخكم جعله افداكم واثقين وما تحبون المكابر. ويا عيال العود حي الله نباكم بالقرب واسماكم تهز المنابر، ويا عيال العود حي الله نباكم بالقرب واسماكم تهز المنابر، كم قبيلة في حمى الله ثم حماكم، يوم وجه الوقت قبل الحكم غابر، وكم زبين في ذر الله ثم ذراكم، في ذرانا ما نحطها في العنابر، واسمكم يحمل عشائر من اعداكم، يومها من بين مسبورنا وسابر، كل يداريكم ويبغي يرضاكم، ورضيتوا كل كسر صار جابر، وانزعلتوا من دهاكم من دهاكم تقلبون الارض والدنيا مقابر، وانزعلتوا من دهاكم من دهاكم تقلبون الارض والدنيا مقابر، وان بلاكم واحد ولا ابتلاكم دوروا له يا اهل المعروفه قابر، ما خذينا حقنا عند المحاكم، ما اخذينا حقنا بالانت خابر. سلامتكم. صحر لسانك ابو سبعان وبيض الله وجهك. الان مع الشاعر عبد العزيز بن مضواح المقره الحبابي. مساكم الله بالخير جميع، بيض الله وجهك راعي قصيده، خايذين حقوقنا بالانت خابر، والله سبعه نعم. القصيد عندكم يا شهران والله العظيم انها ان قلنا المديح فيكم فوالله انكم تستاهلوا المديح، وانتم فوق المديح. وابو ظافر والله يستاهل العلوم الطيبه هو الحضور ذا. صلوا على النبي. يقول الطيب اللي انبني من صوبه، الطيب اللي انبني من صوبه، اجيه من دع الغلا والحشمه، ابني جدار الطيب طوبه طوبه، وانا على ظن الكريمه وعاشمه، حضرت من شانه حضرت من شانه وفي ماجوبه، بارك الحامد وقبل خشمه. يستاهل. اما القصيده ففيكم يا شهران والله تستاهلون القصيده والمدح. القصيده في قولة يا هايسي لا تلف يمين ولا يسار، اقدم مع الطيبين ولا تعود ورا، من شاعر كل ما هو جس وفكر ودار، يحسب حسابه وكل عن حضوره دارا. ما عليكم زود. من شاعر كل ما هوجس وفكر ودار، يحسب حسابه وكل عن حضوره درى، وان كان هاب العطا تعطي العطايا الكبار، حتى العطلات خلف الجيم منهم فرى، وان كان تبغى الحقيقه يا علي باختصار، على حسب ما اسمع وعلى حسب ما ارى، شهران ما خلق فيهم غير شباب منار، من الخميس الضواحي نجدلني عارى، وان كان تبغى الحقيقه فاستمع باختصار، على حسب ما اسمع وعلى حسب ما ارى، شهران ما خلق فيهم غير شباب نار، من الخميس الضواحي نجد لين يعرى، ترى كريم العطاء يموت موتة وقار، ولا بخيل العطاء يموت موتة زرى. وسلامتكم. صح الله لسانك ابن مضواح بيض الله وجهك. الان مع الشاعر عبد الرحمن ابن مضواح المقرحي الحبابي. طلبت الله سعد الله مساكم، والله ما زال العود اللي قال ان حامد يجمل، والله اني ازهم ابو ظافر في اقصى لزوم اللي في المملكه ويقضيه. من بدايه مطلع الشمس للثلث الاخير، من بدايه مطلع الشمس للثلث الاخير، والقصيد يفور دمه ويدحم منكبه، قال وش مطلبك؟ قلت الله الله يا الامير، مطلبي مقدور ماني بطالبك ارقبه، قال هن وغن واصدح ولا تبغى شوير، انت معروف وحماوي وعندك موهبه، يا ولد ظافر سلاله للفعل الشهير، ابشر بصاحبك في نظم ولا ملعبه، وغيرها تبشر بفزعتك في اليوم الكبير، وانت كف تدري الناس عنه تحسبه.
يا عالم الغيب يا مجري مزون السحاب شكرك وعفوك ولطفك غايتي وطلبي ما للوادم مصدن عنك يوم الحساب كل إجازة بالأعمال الذكي والغبي الهادس اللي على القمة يسوق اركاب أشيل همه وشرهاته على منكبي يا أبو سعيد أنت بابداعك الدك الهضاب من جرة الصوت تبشر بعجبك وعجبي اللي يزهمني صليب الراس دمث الجناب نوادر الشعر تحت لم الركض وحبي يوم الجمايل تبادل في حضور وغياب الأوله مكسبه والأوله مكسبي يطيش في المرجله ما هو بطيش الشباب ماني مجنب عوايد ساسي ومنسبي لا قالوا الناس بمضواح سد الجواب يستاهل اخوي حامد ظافر الواهبي الطيش في المرجله ما هو بطيش الشباب ماني مجنب عوايد ساسي ومنسبي لا قالوا الناس بمضواح سد الجواب يستاهل اخوي حامد ظافر الواهبي اللي مضره على الطاله ووسعه الرحاب حماي وابلج حجاج وداهيه وقربي في محفله ينفتح للشعر 200 باب يا نادرات الفرايد في الضلوع ارحبي ما قلت غير الصحيح اللي محوله عتاب تستاهل المدح وبليس المريد يهبي يجعل شايبك في الفردوس والكيف طاب وانا حزامك وتبشر بي على ما تبي سلامتك يعني مصاحب والله ان الشعراء كلهم يستاهلون لكن يبشرون بالسعد لكن الرجال ذا وقفته مع خويه الله يبيض وجهك يا ابو مضواح الان مع الشاعر محمد ابن مبارك العابسي القحطاني الله يمسيكم بالخير وعلى بركة يا ابو ظافر الله يبني بيتك يجعله بيت الصيب والنصيب ان شاء الله مهما قلنا فيه من كلام ومن قصيد ما وفينا حقه يا الله يا المعبود يا عالم الغيب يا اللي لك القدرة على كل هامة تحفظ وطننا من صدوف الواهيب نطلبك يا المعبود ستر وسلامة تنصر حرار فعل والمراقيب ما فيهم اللي ترتعد بها أعظامه على الحدود يفتلون الأشانيب ما علي نواب الدار تفرك عرامه ويا الله طول في عمار المعازيب خدام بيت الله واهل الشهامه في ظل ابو فهد عطيب المضاريب الحاكم اللي ما يخالف نظامه من بعدها يا اهل الوفاء منبع الطيبه اثني سلامي عد برق الغمامه يا اهل الكرم يا مكثرين التراحيب خذيتوا من المجد قمه سنامه واجب علينا لا دع الداعي نجيب لو من ورا ينبع ساحل تهامه مبروك يا حامد يا خير على صاحب جعل الفرح دايم عليكم دوام اخوتك يا حامد خير المكاسيب سنافي وقر من عزيزنا مقامه يوم انت من طيبك ترى والله انطيب وللطيب في وجهك يا لصوك علامه حيثك من رجال انت حل الاصاعيب هالفزعه وهالطاله وهالكرامه وهالعزوه النتهيبه اللي ما هي بلاد مفلح محتمين الجهامه هل عزوة النتهيبة اللي ما هي بلاد مفلح محتمينا الجهامة مقدم بني واهب ليمن عوذيب حرابهم لا يدور وراهم سلامة روس شهران أهل السيوف المحاديب يوم الجهل والحرب ذاير عسامة قلته وأنا ربعي هل الساس العريب ربعك حطان المجد وأهل الزعامة وعليكم زود قلته وأنا ربعي هل الساس العريب ربعك حطان أهل المجد وأهل الزعامة وأهل السلوم المتعبة والمواجيب أفخر بطاريهم على كل قامة وكل القبائل دون شك ولا ريب لهم على التاريخ رمزوا علامه سلامتك صح الله لسانك ومبارك وبيض الله وجهك وأما الآن مع فقرتك تكريم هدية مقدمة من فارس هذه الليلة للشيخ فلاح بن جازع المالك الحبابي هدية مقدمة للشيخ سويكت بن هذال الدوسري يستاهل
هدية مقدمة للشاعر عبد العزيز بن مضواح المقرح الحبابي. هدية مقدمة للشاعر عبد الرحمن بن مضواح المقرح الحبابي. هدية مقدمة للشاعر محمد بن مبارك العابسي. الله يمسيكم بالخير مرة ثانية. الخوي على حقه على خويه واجد. أنا معي خوي اللي نومس في طرقه وفي لزومه وفي شده وفي هون جعله والله يسلم. خويي مشبب بن ملفي العتيبي يستاهلها. والله الذي لا إله إلا هو لو أعطيك من روح ما وفيك. هدية مقدمة المشببة بن ملفي العتيبي. هدية مقدمة للشاعر محمد بن مبارك العابسي. هدية مقدمة للشاعر جرمان بن بطحان الجربي. هدية مقدمة للشاعر مسفر بن سبعان الجربي. أما الآن صلوا على النبي. قام حظكم على عشاكم. قوموا الله يحييكم جميعا. قوموا كلكم. شيلة بمناسبة هذا الزواج إهداء من الشاعر عبد الرحمن بن مضواح المقرحي القحطاني ومن أداء المنشد عبد الهادي الشريبي.
نجلس اللي على القمة يسوق الركب أشيل همه وشرخته على منكبي يا أبو سعيد أنت بدعت ذاك الهضب من جرة صوت تبشر بعجبك وعجبي الياس همني صلي بالراس دم ثقال نواد الشارع تحت الأمر مكروه شعر ميتين يا نادرة الفور يتفضل عرحب الأجز اللي على القمة يسوق الركب أشيل همه وشرهته على منكبي يا أبو سعيد أنت بدعك تدك الهضب من جرة الصوت تبشر بعجبك وعجبي ما قلت غير الصحيح اللي محوله اعتب تستاهل المدح وابليس أشيل همه وشرخته على منكبي يا أبو سعيد أنت بابدعك تدك الهضب من جرة الصوت تبشر بعجبك وعجبي الياس همني صلي بالراس دم ثقال نواد الشعر تحت الأمر مكروه بن مضوى حسد القوم يستاهل اخويا حامد ظافر الواهبي اللي مضرع على الطاله ووسع الرحم حمايه وبلق احجاج ودهيه وقربي في محفل ينفتح للشعر ميتين يا نادرة الفور يتفضل عرحب الهاجس اللي على القمة يسوق الركب اشيل
شعر مثلنا يا نادرة الفرا يتفضل عرب العجز اللي على القمة يسوق الركب أشل همه وشرهده على منكب يا أبو سعيد أنت بدعك تدك الهضب من جرة الصوت تبشر بعجبك وعجبي ما قلت غير صحيح اللي ما حولها اعتب تستاهل المدح وابليس المريد أشيل همه وشرحته على منكب يا أبو سعيد أنت بابدعك تدك الهضب من جرة الصوت تبشر بعجبك وعجبي الياس همني صلي بالراس دم ثقال نوادر الشعر تحت الأمرك العاجز اللي على القمة يسوق الركب أشيل همه وشرحته على منكب يا أبو بن مضوى حسد القوام يستاهل اخويا حامد ظافر الواهبي اللي مضرع على الطاله ووسع الرحم حمايه وبلج احجاج ودهيه وقربي في محفل ينفتح للشعر 200 يا نادره الفرا يتفضل